إسطنبول، سحر الشرق القادم من عبق التاريخ. لا تكل ولا تمل ولا تنام ولا تهدأ، تستقبل زوارها من كل الدنيا وتفتح ذراعيها لهم للتمتع بجمالها وسحرها الشرقي العتيق. إسطنبول ما بين القديم والحديث تتجدد وتتطور بسرعة واستمرار، وذلك يحتم على القائمين على تلك المدينة جهداً كبيراً مضاعفاً لتأمين المتطلبات والخدمات الأساسية من طرق وجسور وأنفاق وقطارات ومطارات وغير ذلك. لا تقتصر الخدمات التي تقدمها بلدية إسطنبول الكبرى والبلديات الفرعية على الماديات فحسب، بل تتعدى ذلك لتدخل في تفاصيل حياة الإنسان لتؤمن له الراحة التامة والتكريم اللازم. ومن هذه الخدمات انتشار الحدائق العامة ذات المساحات الخضراء الواسعة والمجهزة بألعاب الأطفال المختلفة ووسائل الترفيه لهم والأجهزة الرياضية التي يستفيد منها كل المواطنين على اختلاف طبقاتهم واحتياجاتهم. في إسطنبول لا تخلو منطقة من حديقة كبيرة أو أكثر، ولا تخلو أيضا من حدائق صغيرة في كل شارع من شوارعها تقدم فسحة لأهالي المنطقة والزائرين إليها للتنزه والتخلص من أعباء الحياة بالتمتع بالطبيعة الجميلة والمساحات الخضراء وخدمات التسلية والترفيه. هذا التطور الكبير الذي تلاحقت فصوله في إسطنبول ما كان ليحصل لولا وجود مواطن يحب ويعشق بلده ومدينته ويعمل على الحفاظ عليها ورعايتها، وما كان ليحصل أيضا لولا صدق وإخلاص القائمين على تلك الخدمات وجعل رضا المواطن هو الهدف الأساسي في أي تحرك.